موجز لأهم وآخر الأخبار نقدمه لحضراتكم من جريدة الدستور وتقرأه أمينة عوض. أهلا بكم. استقبل جلالة الملك عبد الله الثاني اليوم الاثنين نائب رئيس الوزراء السنغافوري، وتسلم جلالته دعوة من رئيسة جمهورية سنغافورة حليمة يعقوب لحضور المؤتمر الدولي مجتمعات متماسكة الذي تستضيفه سنغافورة في شهر تموز من العام المقبل. وصلت الأميرة فيكتوريا ولية عهد السويد وزوجها الأمير دانيال إلى عمان اليوم الاثنين في زيارة إلى المملكة تستمر 3 أيام. بحث رئيس الوزراء مع وزيرة التجارة التركية رهسان باكجان سبل توزيع العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين. أوعز وزير الداخلية سمير البيضين إلى محافظ الزرقاء محمد سميران والأجهزة الأمنية المختصة بتكثيف عمليات البحث والتحري عن الأشخاص الذين اعتدوا على مدير المشتركين في إدارة مياهنا بالزرقاء. قال نقيب أصحاب الشاحنات محمد خير الداود اليوم الاثنين أن فتح معبر جابر نصيب الحدودي أمام الحركة التجارية بين الأردن وسوريا سيشكل نقلة نوعية لها انعكاسات إيجابية على اقتصاد البلدين الشقيقين. أكدت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمان غنيمات أن خطاب العرش السامي يمثل توجيها وطنيا استراتيجيا للحكومة ومرجعية أساسية لبرنامج عملها. حضت فعاليات سياسية واقتصادية وقانونية الحكومة على التسريع بإيصال المعلومات حول مختلف القضايا الوطنية الملحة إلى الفضاء العام تعزيزاً لثقة الشعب بدولته وامتثالاً للنهج الملكي في المكاشفة والشفافية. تعاملت إدارة مكافحة المخدرات الشهر الماضي مع 1831 قضية اتجار وحياز وتعاطي طورط فيها 2472 وضبطت كميات مختلفة من المواد المخدرة. أكد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة أن خطاب العرش السامي في الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة ارتكز على مضامين أساسية وجوهرية ترسم معالم المرحلة المقبلة للدولة الأردنية. رفضت محكمة أمن الدولة جميع طلبات إخلاء وتكفيل 16 موقوفاً بقضية الدخان التي أحالتها الحكومة إليها بوصفها جريمة اقتصادية تمس وتضر الاقتصاد الوطني. تشغيل الخلية الخامسة بمكب الغباوي لاستيعاب 5 ملايين طن من النفايات. وأخيراً نصل إلى الحالة الجوية المتوقعة ويوم غد، حيث تكون الأجواء خريفية معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، بينما تكون حارة نسبية في الأغوار والبحر الميت مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل تجدونها على موقعنا الإلكتروني الدستور.com. نهاية الموجز، إلى اللقاء.